فكرة القناة الصحية المسموعة جت حقيقة أساسا من احنا بدينا في تأسيس برنامج الإعلام الصحي المهني، والقناة الصحية هذه جزء من برنامج الإعلام الصحي المهني اللي حبينا أن يكونوا فيه ناس مهنيين من الوسط الطبي هم اللي يعطوا المعلومة ويوصلوا المعلومة ويديروا برامج توعية وتثقيف. القناة الصحية المسموعة هدية الغرض منها الأساسي هو توصيل رسالة للمواطن لتوعيته وتثقيفه الحقيقة في زي الأمراض المزمنة هدية اللي تشكل 70% من الوفيات من كل أمراض بسبب الأمراض المزمنة. هذه أمراض بالإمكان توقيها وبالإمكان الوقاية منها من خلال ممارسة الرياضة، توعية المواطن للامتناع عن التدخين.